الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين، آمين آمين. صفة 52. هذه الجملة على هذا الطريق تسمى وعظا، كما لو رأيت أن السيد قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها، فتقول: الحذر الحذر، طلب من السيد. حذر الوعظ. الوعظ هو تذكير بالنشأة والمصير. الوعظ تذكير بالنشأة والمصير. فإذا تذكرت أنك خلقت من تراب وستعود إلى تراب، الأمر كان هينا. كيف تتكبر أيها التراب وستعود إلى تراب؟ هذا وعظ. الهدف من الوعظ إرشاد، والإرشاد هداية، والهداية نصح، والنصح يحذر ويرغب. الوعظ إرشاد، الوعظ هداية، الهداية طريق إلى الله، افعل ولا تفعل. ومن هنا ومن هنا كل من ابتلي بالوعظ عليه أن يتذكر هذا الكلام. الناس تحتاج إلى عاطفة وتحتاج إلى علم، الناس تحتاج إلى رجاء، الناس تحتاج إلى تخويف، الناس تحتاج إلى إسعاد وتحتاج إلى تحذير. لذلك يا أهل الله، على كل عاقل رشيد إن ينصح يجعل الناس في حالة من حالات الرجاء لله، وفي حالة من حالات الخوف من الله. فالخوف الشديد يؤدي إلى مرض، والفرح الشديد يؤدي إلى انفلات، إلى تسيب. لذلك حالك دائما بين الخوف والرجاء، حالك دائما بين الخوف والإيه؟ إن تصلي ترجو من الله القبول، إن تهاونت في الصلاة تبكي أسفا على ما فرطت في ماذا؟ على ما فرطت من تقصير. هذا واجب كل واعظ، يرغب وينفر، يرهب ويرغب، وإلا لا فائدة من الوعظ. وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار، أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات؟ ده جميل قوي، جميل جدا. راجل النار تحرقه، خلاص النار قريبة تحرقه، أنت تريد أن تقول له اتق النار وابتعد عن النار، هل تكلمه بفصاحة وبلاغة؟ يا سيد العرب، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخك فيه من روحه، إني أحذرك وأبلغك بكلمات رصينة ومن المعاني قوية، أكلمك بلسان حالي ونطق قلبي قبل لساني. خلي بالك، النار ستأتي إلى ثيابك وتأكل منه قطعة لذيذة، يكون مصر كلها ولعت نار، ووصلت النار من مصر إلى قدح. تقول له ابعد عن النار، صح؟ مباشر. أدي معنى الكلام. الشيخ يقول كلام رائع: لو كنت تحذر رجاء كلامك مباشر، رجاء تنصح الناس بما يفهمون، رجاء تنصح الناس بما يفيدهم، رجاء لا تتكلف بالكلام بأشعار وبلاغة ومحاسن وتحسينات وزواحف وعلل، رجاء تبتعد، رجاء كلامك مباشر. أنا جوعان أريد طعاما، خلاص. يا أيتها المرأة
إن بطني قد اشتكت إلي وقالت إني جوعان ألا من طعام يغذي. ويا مولانا أنا جعان يكتفي. إن الله يحذركم من نار كذا وكذا. هي كلمتين اتقوا النار. شوف رسول اتقوا النار، واحد اتقوا النار، ثلاثة اتقوا النار ولو بشق تمرة. ده كلام مين؟ رسول في شزار. اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة لو حاسبهم لعذبهم. كلام مباشر، كلام مباشر يعطي نصائح مباشرة لا يجعل للإنسان أنه أكثر من مرة يفهم. قلت لحضرتكم مميزات الرسالة العسكرية في الجيش، أن إن يقرأها رئيس الجمهورية يفهمها، وإن يقرأها أقل عسكري يفهمها بنفس المنطق. لازم تكون الرسالة واضحة سهلة مباشرة ليس فيها بلاغة. قائد يقول الاستيقاظ الساعة 6 صباحا، رئيس الجمهورية يفهم الساعة 6 صباحا، العسكري في الشارع في المرور يفهم أن الاستيقاظ الساعة كم؟ 6 صباحا. لكن أقول على كل جندي أن يستيقظ مع أول خيط أبيض. واضح، واضح للعلماء، لكن فين أول خيط أبيض؟ فأنا أستيقظ أرى السماء ظلام مفيش خيط، أنام خيط أبيض. نقول كل واحد يستيقظ أذان الصبح، الأمر مباشر. عندما نقول كل جندي يستيقظ أذان الصبح يفهمه الرئيس ويفهمه الوزير ويفهمه الكبير ويفهمه الصغير. لازم الكلام يكون إيه؟ مباشر، وإلا الكلام في خطأ. أدي كلام الشيخ، إن تنصح الناس خاطبهم بما يفهمون. رجاء لا تشتهي البتة، فكذلك حلوة. ايه تشتهي البتة؟ يعني لا تشتهي حلو الكلام، فالكلام البليغ لذة. نحن نقرأ شعر ولا نقرأ حديث؟ نقرأ حديث، لا نريد أشعار. الشعر والأدب للإنسان الفاضي. لكن أنا منذر جيش، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إن يخطب كأنه منذر جيش. عارف يعني منذر جيش؟ الأمر خطورة. منذر ماذا مولانا؟ جيش. قول يا ابني. وكذلك حال الوعيد فينبغي أن يجتنبها. الخصلة الثانية، ينبغي ألا تكون همتك في وعظك أن يسبغ الخلق في مجلسك. ده كلام جميل، كلام في غاية الجمال. يعني أنا مرة أعطيت درس من المغرب إلى العشاء، كان حضر لي في الدرس رجل واحد. أول ما ذهبت إلى الأزهر كان يحضر لي طالب واحد من أندونيسيا، طالب واحد وامرأة واحدة والسيد عصام، ثلاثة. أول ما رحت الأزهر ثلاثة، سنة 2009 ثلاثة، ده في الأزهر ثلاثة دول جايين معايا. سيد عصام ده وكيل أعمالي، سيدة سلافة يعني من أحبابي في الله، امرأة كبيرة وطالب من أندونيسيا. ثم جاءت امرأة، ثم امرأة، ثم امرأة، ثم صار مصريين، ثم جاء ثلاثة أربعة من الطلاب. فقالوا مولانا ممكن لا تتكلم باللغة المصرية، تتكلم باللغة العربية شوية. أنا أقول لهم لو أتكلم بالعربي المصريون لا يفهمون، وإن أتكلم باللغة يعني مصري أنتم لا تفهمون، فماذا أفعل؟ الأغلبية أفضل. كم الأغلبية؟ أربعة أمام واحد. سبحان الله، الآن يحضر الطلاب الحمد لله كثير، لكن البداية واحد. لكن واحد نحن نشرح، مليون نحن نشرح. نحن لا ندفع، لا نأخذ ضريبة على عدد الطلاب، والثواب محفوظ بالقليل وبالكثير. فأرح نفسك. هذا المجلس إن شاء الله نحن نأخذ 70 سنة عبادة. حضر واحد حضر مليون، 70 سنة عبادة حصلت. لكن الشيخ همه حضور الطلاب من أجل الاستفادة، لكن الشيخ يريد أن الطلاب تحضر حتى يرى الناس أنني يحضر لي ناس كثيرة
فصرت أنا من العلماء. إذن قلب الشيخ مريض. الشيخ يغضب لما الطلاب تغيب من باب الحرص على الطلاب فقط. لكن من يحضر أهلا وسهلا، ومن لا يحضر هو الخسران، انتهى الأمر. لكن ليس في قلب الشيخ أن كلما زاد الطلاب كلما زاد الشيخ علما، هذا رياء. فالشيخ يقول لا تهتم بمن يحضر وبمن يغيب، اهتم من باب المصلحة فقط. يعني أنا الآن أعمل مأدبة، كم واحد يحضر المأدبة؟ يحضر مليون، أنا أخذ ثواب. طب يحضر واحد، أنا فعلت الطعام فالثواب محفوظ. لكن أنا زعلان أن الطعام يعني لم يأكله أحد، هذا 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 وجه الزعل. ليس معنى أنني زعلان كنت أريد أن يعني إيه أن الناس تقول كذا وكذا، لا، من أراد أن الناس تقول فقد قال، ولا ثواب له عند الله. أما من أراد أن الله يقول، فالله يقول يوم القيامة عندما يرى ما أعده الله له من ثواب. ومن هنا لا تغتر بكثرة الحضور. مولانا الإمام السيوطي حضر له من أجيال التعلم ثلاث مستويات. المستوى الأول مولانا حضر له طلاب، هو قال أنهم جيدين يذاكرون، في احترام للشيخ، في تقدير للشيخ، في علم وفهم لما يقولون، يمدحهم السيوطي. الجيل الثاني يعني الدفعة الأخرى قال لهم وعليهم، منهم الخبيث ومنهم الطيب، منهم من يذاكر، منهم من لا يذاكر، منهم من يفعل مشاكل، منهم من لا يفعل مشاكل، لكن شوية شوية. الجيل الثالث قال السيوطي كله شر، ليس فيهم خير، وكانوا يوقعون المشاكل بينه وبين الناس. الشيخ هشام أعلم ولا الشيخ شلتوت أعلم؟ أنت عاوز إيه؟ من يريد يحضر للشيخ شلتوت يحضر، من يريد يحضر لهشام يحضر. أنا أعلم من الشيخ شلتوت، الشيخ شلتوت أعلم مني، أنت ماذا تريد؟ فهمت؟ كل واحد له بضاعة، واحد يشرح بأسلوب مختصر، واحد يشرح بأسلوب كبير، واحد يشرح بلغة عربية، واحد يشرح بلغة مصرية. الله يوسع الأرزاق لكل الناس، ولا يغني كتاب عن كتاب، ولا يغني شيخ عن شيخ. فهمت يا ابني؟ لا يغني كتاب عن مين، ولا يغني شيخ عن شيخ، كل واحد له مذاق. أنت مين؟ أنت تحضر الدرس وتمشي كده، الأمر جيد. فلما رأى السيوطي أنهم يفعلون مشاكل وينقلون الأخبار منه إلى السخاوي، والسخاوي إلى القسطلاني، وحصلت مشاكل كثيرة بين العلماء. السيوطي كان عمره 41 سنة وألف 350 كتاب، 350 كتاب. اعتزل الناس. ليه اعتزل الناس؟ قال لا فائدة من الاختلاط بالناس، ما فيش فائدة. ليه ما فيش فائدة؟ قال لأن الطلاب تفسد على الشيخ علمه، وتفعل معه مشاكل. شفت السيوطي ماذا يصنع؟ ترك الطلاب. 20 سنة ألف 350 كتاب أخرى، ومات وعنده 700 مؤلف. علم كبير. السيوطي عندما فسر الجلالين كان عمره 21 سنة. فصل الجلالين في 40 يوما، نحن نقرأه غالبا في 5 سنوات غالبا. هو بدأه من 1 رمضان، انتهى ماذا؟ 10 شوال، 40 يوما. كم عمره؟ 21 سنة. أن يأتي إلى عمر 41 ويعتزل الناس خسارة. لي مولانا لأنه رأى من الناس المشاكل الكثيرة.
ومن هنا لا تغتر بكثرة الطلاب ولا بقلتهم. وعندنا قاعدة تقول الظهور قسم للظهور. أن تكون مشهور أمر جيد، لكن في ضريبة، القيل والقال والحسد والبغضاء والعداء. رجل صغير السن لكنه عالم جدا، صار صاحب منصب، الأكبر منهم يعاديه لأنه وصل سريعا، والذي يساويه يبغض ويحقد عليه لأنه وصل إلى ما لم أصل إليه، فتجده وقع بين فكين. قول يا ابني. ويشك زياد، يقال نعم المجلس هذا. لا ده كلام جميل أوي. في واحد في مجلسي الآن يشك الثياب؟ في ممكن من يشك الثياب؟ كان في الماضي الشيخ عندما يعز الناس ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة، بعض الحضور يأخذه وقت فكأنه يندم على ما فعل. شوف عندما ستندم على كل صلاة تركتها. واحد لا يصلي، واحد آخر، هذه حركة تدل على ماذا؟ الندم. من فاته العلم في الصغر لم يدركه في الكبر، هذه الحركة تدل على ماذا؟ ندم. واحد آخر يبكي. فلا تغتر بفعل الناس بأن كلامك مؤثر. من مظاهر التأثير في الماضي كان ممكن يشق الثياب إذا أخذه الحال والوقت، فيقولون مجلس الشيخ فلان الناس تبكي، موجود الآن، يقول سبحان الله الشيخ عندما يتكلم الناس تبكي، حرك القلوب. أنا لا أعترض على كلام الشيخ ولا أعترض على البكاء، شريطة أن لا يكون متصنع، لكن لا تغتر أن في هذه المجالس يحصل كذا وكذا وكذا. فهمتم؟ اجعل العلم لله وما يحصل. القاعدة محفوظة، ما أفلح ملتفت. ما أفلح إيه؟ ملتفت. قول يا سيدي. لأن كله غير للدنيا وهو يتولد من الغفلة، فينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا. ما هو الذي يتولد من الغفلة؟ حب النفس والرياء والكبر. إذا غفل الإنسان عن النشأة والمصير فعل ما فعل. ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الكرس إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى. لا بالراحة شوي، ارجع شوي كده. بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك. ينبغي أن يطلب. ايه عزمك؟ يعني ايه عزم؟ اراده. خد فكري انت محمد، اراده، قوه. طيب العزم على ماذا؟ على ان تغير من حياتك. خد اكل انت والله وراك. تغير حياتك من ماذا؟ من البخل الى الجود، من الكسل إلى النشاط، من الركون إلى العمل، من الدنيا إلى الآخرة. دور أهل الله هكذا، تغيير الحال ليترقى في المقامات. في مقام اسمه الصدق، كيف نصل إليه؟
تصل إلى مقام الصدق إذا عرفت أن الكذب يهدي إلى النار. ومن خاف من النار اتقاها. كيف أتقي النار؟ بالعمل الصالح. لماذا الإنسان كريم؟ ما من شيء تنفقه في سبيل الله إلا وعاد بكثرة. ودي تجربة. سيدنا عثمان في عام المجاعة جاءه تجار المدينة كلهم، قالوا مولانا عثمان لا يوجد قافلة تأتي المدينة إلا لك فقط. قال نعم. قالوا نريد أن نشتري القافلة كاملة. قال بكم؟ قالوا نعطيك ضعفي المال، يعني أنا أشتري القافلة بجنيه نعطيك اثنين. قال أزيد. قالوا ثلاثة. قال أزيد. قالوا أربعة. قال أزيد. قالوا خمسة. قال أزيد. قالوا لا يقوى تاجر في المدينة أن يدفع أكثر من خمسة. هذا الميكروفون 1000 جنيه، نحن نبيعه بخمسة. جيد، جيد جدا. طب أنا أريد أبيع بستة. قالوا لا يقوى تاجر يفعل هذا. سيدنا عثمان يقول بعتها بعشرة. يعني إيه؟ يعني الألف أنا أبيعه بعشرة. قالوا مستحيل. قال بعتها لله، ألا تعلمون أن الحسنة بعشر أمثالها؟ مين يفعل هذا؟ أنا لو قالوا لي تبيع هذه مولانا باثنين جنيه أنا لا أبيع، أنا أريد أن أكل. كل إنسان يحب نفسه. فهل تضحي بمالك من أجل عباد الله؟ تدريب. لماذا عثمان الرسول بشره بالجنة؟ دخل إلى باب الله من باب الكرم. كيف؟ الجنة لها أبواب، والطريق إلى الله له أبواب. رجل بخيل لكنه عنده علم يعلم الناس، دخل من باب العلم. رجل ليس عنده علم لكنه عنده مال، دخل من باب الكرم. رجل ليس عنده لا علم ولا مال، دخل من باب الخدمة، يخدم الشيخ، يخدم طلاب العلم. رجل ليس عنده مال ولا عنده خدمة ولا عنده شيء، يخدمهم بالدعاء والابتسامة والفرح بلقياهم. لكن باب الكرم والخدمة باب من الأبواب التي توصل إلى الله سريعا، خاصة باب الطعام، لأن الفقراء يحتاجون إلى طعام، والطعام إكرام وإيثار. ومن هنا مولانا عثمان دخل الجنة إن شاء الله من باب السخاء، والرسول بشره. كيف؟ واحد، رجل اسمه روما. اسمه ايه؟ روما، ليس روما، روما. هذا الرجل يهودي وعنده بئر موجود إلى الآن اسمه بئر روما في المدينة. هذا الرجل كان يبيع المال بثمن غالي، واشتكى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدوا يعني نشتري لكن صعب. جاء المنقذ الذي عنده مال، سيدنا مين؟ عثمان. فذهب إلى روما، قال أريد أن أشتري البئر. روما قال لا. ليه؟ هذه الشقة سيد أبو بكر يجمع مال ويذهب إلى صاحب البيت، قال نحن نشتري الشقة. صاحب البيت يرفض.
ليرفض. قال أنا لا أريد بيعها، أنا أؤجرها وأستفيد بالمال. فالإيجار يفيد أحسن من مين؟ من البيع. هذا ما قاله روما تماما، وهو كلام في عقل. سيدنا عثمان يحاول، فقال يا روما بكم البئر؟ قال البئر 20,000 دينار. قال خلاص أنا أعطيك 12,000 زيادة عن النصف، وتبيع لي نصف البئر. روما مش فاهم كيف نصف البئر. قال أنت يوم السبت تبيع الماء، أنا يوم الأحد أبيع الماء. روما يهودي يحب ماذا؟ فقال جيد، 12,000 دينار زيادة فأبيع. فاشترى عثمان نصف البئر. اليوم يوم السبت يوم اليهودي، لا أحد من المسلمين يشتري. يوم الأحد يوم اليهودي، الناس تملأ زجاجتين، زجاجة ليوم الأحد وزجاجة ليوم الاثنين. فإذا جاء يوم الاثنين ها روما لا يبيع. لماذا لا تشترون الماء؟ عندنا ماء، لماذا نشتري؟ روما ذهب إلى سيدنا عثمان، قال يا سيد عثمان ممكن تشتري البئر؟ لو أنا أقول للرجل لا، لا حاجة لي بالبئر، نحن في كفاية يوم الأحد والثلاثاء والخميس. لكن سيدنا عثمان طيب، قال أشتري بكم؟ قال روما أنت قلت 20,000. كان ممكن سيدنا عثمان يعلم أن روما في احتياج، يقول له أنا أعطيك 15,000. روما كان يوافق. فإذا بسيدنا عثمان يقول أنا أشتري ب20، أنت أخذت كم؟ 12، تبقى كم؟ 8. تفضل. عندما صار البئر ملكا لسيدنا عثمان جعله هبة للمسلمين، يشرب الناس في كل يوم مجانا بدون أي مال. ده مين يا مولانا؟ درب نفسه على السخاء فوصل إلى الله من هذا الباب. سيدنا عثمان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سنة 9، كانت الناس تأتي يا رسول الله نريد الحرب، أهلا وسهلا، لكن ليس عندي سيف. الرسول يقول وأنا ليس عندي سيف، ليس عندي ناقة، وأنا ليس عندي ناقة. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني ماذا أصنع؟ كم رجل؟ 300. الرجل كان يخرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي شوقا لمين؟ الجهاد. جاء عثمان قال يا رسول الله كم؟ قال 300. قال أنا أتولاهم، 300 ناقة، 300 سيف، 300 حربة، 300 طعام وشراب، أنا أتولاهم. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكافأة فوريا. ليتك تعرف هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقف على شيء جميل كان يكافئ بالقول بالكلمة بالهدية. فأعطى سيدنا عثمان مكافأة. ماذا قال؟ بشره بالجنة. قال لا ضير عثمان يفعل بعد اليوم. مستحيل عثمان بعد هذا اليوم يدخل النار. فهمت؟ أدي تدريب على السخاء. فإذا ذكر السخاء ذكر من؟ تدريب على العدل. أي خلق جيد؟ ابحث عن الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم.
اسم الخلق مع المثال يؤدي إلى معنى مفيد. اسم الخلق مع مين؟ مع المثال يؤدي إلى ماذا؟ معنى مفيد. هو ده كيف مولانا؟ ما رأيك في إن مولانا عمر إنسان مؤهلاته قوي، اثنين قيادي، ثلاثة حكيم، لو كانت النبوة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت لمين؟ لعمر. ومع ذلك لا يخجل أبدا أن يقول لقد أخطأت. سيدنا عمر يريد أن الصحابة لا ترفع المهور، فقال المهر 10 دراهم. فوقف امرأة وقالت لماذا تحرمنا؟ الله تبارك وتعالى أخبر في الكتاب وآتوا النساء صدقاتهن. إيها تزعلن ليه؟ أترك الناس تدفع ما تدفع. عمر يفكر كلام المرأة صح، قال حتى النساء يا عمر. حتى إيها؟ ما معنى حتى النساء يا عمر؟ أي أصابت امرأة وأخطأ عمر. مين يقول هذا الكلام؟ يقول من قال عبارة ليتك تحفظها، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. ليس حديث، هذا من كلام سيدنا عمر. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. أبو بكر له في باب الخدمة بحار من الأمثلة. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حس الصحابة على الفقراء وعلى قضاء حوائج الفقراء والسعي في مصالح الفقراء، فما كان من أبي بكر إلا أن كان يقوم بخدمة الناس الذين لا يستطيعون الخدمة، امرأة كبيرة مات زوجها وليس لها أولاد أو فعمر رضي الله عنه وارضاه أراد أن يخدم امرأة، فكان يأتيها في كل صباح يجد الطعام موجود، الملابس نظيفة، الحجرة يعني جيدة. قال سبحان الله من يأتي قبلي؟ فجاء مرة فوجد الذي يخرج من الدار لقضاء حوائج المرأة أبو بكر الصديق. صدق الخفية، العمل الخفي. أبو بكر الصديق يأتي كل يوم ينظف ويطبخ ويقضي الحوائج ويمشي قبل عمر. قال وظل أبو بكر على هذا حتى صار خليفة بعام، وانشغل بحروب ليها الردة وجمع القرآن، ثم مات. حتى وهو خليفة كان يذهب لقضاء حوائج المرأة. سبحان الله. مولانا علي زين العابدين رضي الله عنه وارضاه، هذا الرجل الرهيب، كان يأتي بالطعام ليلا ويضعه أمام البيت ويمشي، وفقراء المدينة يسألون من الذي يأتينا بالطعام؟ لا أحد يعرف. عندما مات مولانا زين العابدين انقطعت صدقة السر، فعرفوا أن الذي كان يأتي به من سيدنا زين العابدين. شوف عمر طويل، عمر طويل. أدي من باب الخدمة،
من باب قضاء حوائج الناس. سيدنا عمر كان مرة يمشي فوجد صغارا يبكون بكاء ليس بكاء بكوا. يقول لك بكاء بكاء يعني ها افتح أعوذ بالله يعني الله يفتح علينا من بكاء ولا كل من يأتي الله يفتح عليه. يقول لك بكاء بكوا أعوذ بالله. كويس كويس إنها بكوا ليس بكوا. الحمد لله أعوذ بالله. فقال أسكت الصغار يا أمة الله. يمشي عمر. سيدنا عمر كان يمشي بالليل يتفقد أحوال الناس والسكون. قاعد يمشي بالليل يرى حرامي يرى بعض الفصاق في الطرقات فيتكلم معهم. كان سيدنا عمر يمشي بالليل يتتبع الأحوال. فعاد إلى المرأة فوجد الأولاد يبكون فقال أسكتيهم يا أمة الله. فخرجت المرأة هي لا تعرف عمر. قالت لا يوجد طعام. قالت أنا أرى النار. فكانت تأتي بالأحجار، تعرفون أحجار، وتضعها على في الماء والأولاد يقولون جوعة عشان تعرفوا نحن في نعمة. فهي تقلب يا ماما نحن جوعة. حاضر الطعام لم يستوي لم ينضج. الطلاب الأولاد يبكون ثم ينامون. فتغلق المرأة لها النار. لماذا؟ لا يوجد طعام، دي أحجار والأولاد يظنون أنها دجاج أو لحم. فقالت لعمر لا يوجد طعام فأنا أفعل هذا. فذهب عمر إلى بيت المال. تعرفون هذه الحكاية؟ تعرفونها؟ خلاص ما دمتم تعرفون أنا أحكي ليه؟ ليه أحكي؟ استغفر الله، تبذير في الوقت وإهدار للمال العام ميكروفون. فعمر يأتي بقمح وبسمن وعسل. من يرافقه؟ عبد الرحمن بن عوف. قال أيها الخليفة أحمل عنك. قال وهل تحمل عني وزري يوم القيامة؟ اتركني أحمل. إلى أن وصل إلى الدار فإذا بعمر يطبخ الطعام وأيقظ الأولاد وأكلوا. عبد الرحمن بن عوف يقول يلا نمشي. قال لا، إذا أكلوا يلعبوا ويضحكوا، فوالله جئتهم يبكون لا أمشي حتى أتركهم يضحكون. الأولاد تأكل فتلعب فتضحك فيمشي. قبل أن يمشي قال للمرأة أريدك أن تذهبي غدا إلى الخليفة عمر. قالت المرأة والله أنت عندي أفضل من عمر. ماذا أخذنا من عمر؟ لكن أنت أعطيتنا الطعام والشراب. فذهبت إلى قصر الخليفة. سيدنا عمر ليس عنده قصر، كان يجلس في الجامع. فذهبت إليه ففوجئت أنه الرجل. فقال لها أنا عمر، تأتي في كل يوم وتأخذي من بيت مال المسلمين ما يكفيك ويكفي الطلاب. ده اسمه إيه؟ باب الخدمة. سيدنا علي دخل من باب الفتوة. يعني ايه فتوة؟ القوة في الحق، الدفاع عن الحق، المطالبة بالحق، قضاء حوائج الناس، اسمه باب الفتوة.
المبارزة أول من يخرج في بدر. عمرو بن ود تسمعون عنهم؟ سنة 5 في غزوة الأحزاب. جاء سلمان الفارسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذا جاء بلاد الفرس عدو قوي كنا نحفر الخندق فيكون مانعا بيننا وبين العدو. الرسول فكرة جيدة، حتى ولو كان الكفار يفعلونها لكن فكرة إيها جيدة. فإذا به صلى الله عليه وسلم خلاص توكلنا على الله. من الذي عبر الخندق؟ كافر واحد، واحد من الكفار حاول فوقع هو والفرس في الحفرة فمات، واحد حاول آخر فوقع فمات، يعني كل من يحاول يقع في الحفرة ويموت. لكن مولانا رجل كبير في السن لكنه كان من شجعان العرب اسمه عمرو بن ود. مكة لم تحارب وحدها، مكة خرجت هي والعرب أجمعين، ومن هنا سميت بغزوة الأحزاب. الأحزاب أي التجمع. غزوة الخندق لأننا نحفر الخندق. شاء ربنا تبارك وتعالى أن في هذه الغزوة استطاع رجل واحد أن يعبر اسمه عمرو بن مين، ثم أخذ ينادي ويمشي في صفوف المسلمين بشجاعة ويقول ألم تقولوا أن من يقتل يدخل الجنة؟ هلموا علي أقتلكم فتدخلون الجنة. كلام منطقي صح. سيدنا علي يا رسول الله أنا له، الرسول ادخل يا ديداني، يا رسول الله أنا له ادخل. ليه؟ إنه عمرو ليس هزار. عمرو كان قوي كهذا الاسم، شجعان العرب، وكان لا يحارب إلا في ناحية وحده. نحن جميعا نحن نهجم من هذا الشارع، وأنت يا سيد عمرو أنا من الشارع الآخر لوحده، كان يقاتل في جهة وحده. هذا الرجل لا تصدق كان كبير في السن جدا، بعض الكتب ذكرت أن عمره كان 90 سنة. يأكل طعام مولانا، كان لا يأكل ناسي، كان يأكل دجين فقط، لكن ناسي ليس عنده ناسي. يعني المهم أنه كان كبير في السن، ليس 90 بمعنى 90 لكن كبير. في الآخر خالص الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي سيدنا علي اطلع. عمرو بن ود عندما رأى سيدنا علي شباب كده في العشرينات قال يا ابن أخي لا أريد أن أقتلك، أنت شباب وصغير والعمر يعني أمامك كثير، من باب الشفقة. فسيدنا علي قال لكني أريد أن أقتلك. فاغتاظ عمرو فبارزه. قالوا أن عمرو يعني تشوف نحن نسمع في الفيلم يفعل هذا وهذا وهذا نص ساعة ثم يفعل هذا، عمرو ما عندوش وقت. فضرب سيدنا علي بسرعة في راسه، شوف عندما يلبس الراس كانت هذه الراس خوذة من حديد صح؟ قالوا أن الخوذة كسرت وشق رأس سيدنا علي فصار الدم ينزل على وجهه. خبرة بسرعة طق. طيب كده نعمل ايه؟ فقال سيدنا علي كان ينظر كأنه يفعل للخلف كده، يعني يداري أن عمرو في من يأتي يقتله. فعمر ينظر فبذا بسيدنا علي يأتي بقوة السيف في قدمه فقطعت قدم عمرو. زمان في مصارعة، تعرفون مصارعة؟ مصارعة الحرة دي لا تلعبونها لعبة سيئة. في واحد يلعب هكذا 50 سنتي
يحارب واحد فوق يصطاد الطيارات، يعني واحد صغير يدخل مصارعة مع مين؟ ها، واحد كبير. هذا الكبير لو يمسك الصغير يفعله كذا، لكن سبحان الله تجد الصغير يجري بسرعة، وكلما يضرب يضرب في 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 الركبة في القدم، فإذا ضرب في القدم مرة مع مرة يعجز. الجيش أكتر حاجة يهتمون بها الأقدام، ليه؟ لأن الأقدام تجعلك تتحرك وتجري، لكن إذا أصيب في قدمه ينام. ومن هنا سيدنا علي ضربه ضربة شديدة في قدمه، قالوا من شدة الضربة وقع سيف من عمرو، فأخذ قدمه وأخذ يحارب بها سيدنا علي. قدم التي قطعت أخذها، فسيدنا علي ضربه ضربة أطاح برأسه، وكبر المسلمون وتم النصر لنا الحمد لله. ده باب إيه مولانا؟ الفتوة. لكن الفتوة ليست قوة، الفتوة هي القوة في الحق لدفع الظلم عن المظلومين ورد الحق إلى المظلومين، دي اسمها هي مولانا فتوة. كان سيدنا الحسين موصوف بالفتوة، كثير من أهل الله ومن أهل العلم موصوفين بالفتوة. الفتوة قضاء حوائج الناس أيضا. خلاص أهل الله، سيدنا أبو بكر دخل الجنة من أبواب كثيرة، لكن دخل من باب الرحمة، من باب اللين. سيدنا أبو بكر رجل تخلص من الدنيا كثيرا، جمع ماله 4 مرات وأخرجه في سبيل الله. كم تملك مولانا أبو بكر؟ 1,000,000 جنيه. الرسول يحتاج إلى مال يخرج 1,000,000 جنيه كامل. بعد 4 سنوات أبو بكر حوش 1,000,000 جنيه آخر، يا أبو بكر الرسول يحتاج فلوس يعطي 1,000,000 جنيه. كان أبوه يقول للسيدة أسماء: أبو بكر مجنون. ليه مجنون؟ قال: يجمع المال ويشتري العبيد ويطلقهم. هو عنده كأنه اشترى خروف ثم تركه في الشارع. لا يا مولانا، من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله رقبته من نار جهنم. واستحق أبو بكر بذلك وزيادة أن جبريل ينزل من السماء يقول: يا رسول الله، إن السلام يقرئك السلام ويقول لك: أعلم أبا بكر أنه راض عنه. فهل هو راض عنه؟ شوف شوف، ربك راضي عن مين؟ عن سيدنا أبو بكر. عايز إيه تاني؟ عاوز إيه تاني من الخيرات؟ قول يا ابني. بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة. همة في مجهود، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أحب الدنيا، كيف أنصح الناس أن يبتعدوا عن الدنيا؟ صعب. ومن المعصية إلى الطاعة. نعم. ومن الحرص إلى الزهد. الحرص حب الدنيا الزائد. الزهد أن تجعل الدنيا في يدك وليست في قلبك. الحرص، ها؟ إيه هو؟ إيه؟ حب الدنيا بزيادة. حرص يحرص، كان شوف شوف يحرص. في فرق بين يحب لكنه كأنه يمسك بالدنيا. الزهد الدنيا في يدك لكن ليست في قلبك. أنا عندي موبايل، هذا الموبايل لا يوجد عند إنسان، لكن في يدي ليس في قلبي. فاستوى عندي موبايل غالي مع موبايل رخيص. أنا عندي سيارة 8,000,000 جنيه، أنا عندي عندما أمشي على أقدامي كأني أركب سيارة. أنا عندي ثياب آلاف كثيرة، أنا عندي ثياب زاهدة. زهد، والله لبس جلباب كلبس جبة كلبس بدلة، كله عنده إياها سواء. ليس معنى الزهد الترك، الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك، ولا مانع أن تكون في يدك. فإذا أكل اللحم ك
كأنه يأكل أرز، وإذا أكل الأرز كأنه يأكل لحم، هو يأكل حتى يحيا لا يأكل ليتلذذ، كل سواء عنده. ولذلك ومن البخل إلى السخاء، كيف يتحول من بخل إلى سخاء؟ إذا علم نتيجة السخاء. قالوا مع أهوال يوم القيامة تجد إنسان يستظلل تحت شجرة، من هذا؟ قالوا إنه رجل تصدق بصدقة أخذها الله منه فنماها ورباها حتى صارت شجرة تحميه من حر نار جهنم. صدقة واحدة، صدقة نكرة ولا معرفة؟ نكرة، تدل على العموم والعموم كله. فأي صدقة يتصدق بها الإنسان، هذه الصدقة يا مولانا الله أخذها فزكاها ونماها وكبرها حتى صارت إيه؟ شجرة تجلس تحتها تحميك من نار جهنم. قول يا مولانا. ومن الغرور إلى التقوى، من الإيه؟ ومن الغرور إلى التقوى، التقوى مخافة الله. طب الغرور أن ترى نفسك، ومن رأى نفسه هلك. وتحبب إليهم الآخرة. كيف تحبب إليهم الآخرة؟ بالكلام عن الجنة، بالكلام على نعيم الجنة، على طعام الجنة. وتحبب إليهم الآخرة وتبغض إليهم الدنيا. شوف كيف نحب الآخرة، أن نراها. كيف نرى الجنة ونحن لسنا في الجنة؟ كلمهم على أجمل حديث يصف الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. أقل إنسان يدخل الجنة ملكه 10 أضعاف ملك الدنيا. قالوا أن أقل واحد في الجنة من قال في الدنيا يا خادم، أتاه 1000 خادم من 1000 باب. ده مين ده؟ من ده؟ رئيس أمريكا ليس عنده 1000 خادم. من قال يا خادم جاءه 1000 خادم من 1000 من؟ سبحان الله. قالوا أن الجنة فيها 4 أبواب رئيسية. الباب الأول يدخل منه الخدم، الخدم من الملائكة. فإذا أراد الإنسان شيئا في الجنة يقول سبحان الله وبحمده، تأتيه الملائكة. الباب الأول يدخل منه مين؟ الخدم. الباب الثاني تدخل منه الحور العين. الحور العين، مين الحور العين دي؟ الله وصفهم، نساء الجنة. هؤلاء خلق من خلق الله، خلقهم الله وضرب عليهم الخيام فلا يراهم أحد. من يراها؟ يراها زوجها في الجنة، عندما يأتي موعدها تفتح الجنة فتنظر. هنا مولانا أول ما ترى عينيها ترى مين؟ ترى زوجها في الجنة فتتعلق به. قال ابن كثير لماذا الله خبأهن في الخيام؟ قالوا لو أن امرأة واحدة من نساء الجنة نظرت على الدنيا لأحرقت الدنيا من شدة نور وجهها. حور العين يا ابني، حقيقي الحور العين نساء لأهل الجنة. نحكي حكاية موجودة في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، كتاب جميل أوي، وهو يختصر حية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. أبو نعيم مات سنة كام؟ 430 تقريبا. هذا الرجل يحكي أن رجل من الكبار في الجهاد اسمه المقداد، عاد المقداد إلى المدينة فجاء حوله الصغار والشباب وقالوا قص لنا حكاية من أعظم وأغرب ما رأيت في الجهاد. تعرفون هذه القصة؟ عرفها الفكري؟
الحمد لله أنك تنسى، حتى الشيخ يقول مرة أخرى. فقال الرجل أحكي حكاية، قال ذهبنا إلى بلد وناديت في الناس بالجهاد والمساعدة، فجاء الناس، ثم في المساء امرأة تطرق الباب، خيرا، قالت أنت العربي؟ قال نعم. قالت أنت الذي تدعو إلى الجهاد؟ قال نعم. قالت لا أملك من الدنيا إلا شعري هذا، خذه اجعله عقال بعيرك. عقال إيه؟ فقيرة لكن تريد الجهاد. الرجل يعني خلاص أخذ حتى لا تغضب المرأة. شاء الله أنها بعد ذلك جاء ابنها شاب، قال يا سيد أنا أريد أن أجاهد. فقال الرجل أنت صغير، أبوك يخرج؟ قال استشهد. قال عمك يخرج؟ قال استشهد. قال خالك يخرج؟ قال استشهد. كأن العيلة كلها شهداء. قال من معك في البيت؟ يعني أنت مسؤول عن مين؟ قال أنا مسؤول عن أختي وعن أمي، فإن أمي هي التي جاءت بالأمس وأعطتك عقال البعير. فالولد اسمه محمد أصر على المقداد أن يجاهد، فالمقداد قال له تعال يلا، لكنه كان يخاف عليه، يريده يحيى حتى يعود إلى أمه. وإذا دارت المعركة كان الولد محمد هذا يريد أن يدخل في الصف الأول، والمقداد كان يضربه حتى يرجع لا, لا, لا يتقدم. مرة من المرات في معسكر ذهب المقداد يطمئن على محمد هذا، فوجده نائم ويضحك فرحان جدا. الشيخ خاف يعني ممكن يكون يتجنن، يعني حصل مشكلة، صار جيلة ولا ايه؟ محمد استيقظ، ماذا حصل؟ تضحك لماذا؟ قال رأيت في المنام رؤيا. احكي. قال رأيت في المنام أنني في الجنة وعند نساء جميلات، فقالت إحداهن للأخرى هذا محمد زوج المرضية. هذا محمد زوج مين؟ قال فدخلت على المرضية فوجدتها امرأة جميلة، فأردت أن أضع يدي على ذراعها فقالت مهلا بقي من عمرك شيء، مهلا بقي من عمرك إيها شيء. خلاص الرؤية انتهت. دخل المعركة، ثم بعد المعركة المقداد يبحث عن محمد هذا فوجده يصارع الموت، أصيب بجرح شديد وخلاص سيموت شهيدا. فجاء الرجل يعني زعلان ويتكلم، فقال محمد يا عما إذا عدت إلى بلادي فأبشر أمي. قال أبشر أمك بماذا؟ قال بشرها بأنني مت شهيدا. ثم يتكلم معه ثم قال الرجل يا عم تنحى عني. لماذا؟ قال فإني أرى المرضية أقبلت. المرضية الزوجة في الجنة مالها؟ جاءت، ما هي إلا ثواني ثم مات. أدي معنى الجنة تحت الظلال لها السيوف، فالزوجة في الجنة أخذته. أدي الحور العين، لو حور واحدة نظرت إلى الدنيا لأحرقتها. إذن الباب الأول إيها يدخل منه الخدم، والباب الثاني حور العين، الباب الثالث يطلع فيه أهل الجنة على أهل النار. أهل الجنة يرون مين؟ أهل النار. عايزين نرى فرعون، شوفوا فرعون، فرعون يسكن في قصر عظيم في جهنم. هامان، مش عارف مين، كل الكفار دول موجودين في جهنم، في أحياء راقية في جهنم تليق بهم. الباب الرابع
قالوا ننظر منه على ربنا تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لهم الحسنى وزيادة. هذه أربع أبواب رئيسية. الجنة طوبة من ذهب وطوبة من فضة، والحصى من ألماس وماس ولؤلؤ. شجر الجنة قطوفها دانية، إذا قطعت ثمرة تخرج ثمرة أخرى، تقطع ثمرة تخرج ثمرة أخرى. نبت الجنة، زرع الجنة، نبات الجنة، سبحان الله تخرج شجرة، الحمد لله تخرج شجرة، لا إله إلا الله تخرج شجرة، الله أكبر تخرج شجرة، بسم الله شجرة، ما شاء الله شجرة. هذه سبعة، وهي الباقيات الصالحات، باقيات في العمل الصالح تدخلنا الجنة إن شاء الله. الجنة لها ثمانية أبواب. كيف ندخل الجنة من أوسع الأبواب؟ من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا وأدخله الجنة من أي باب شاء فيها. فهمتم يا شباب؟ هذه الجنة سميت الجنة بجنة لأن كل من غاب عنك واستطر اسمه جنة. الجنة الآن موجودة. قال تعالى وأزلفت الجنة إيها للمتقين، أزلفت أي استعدت وتهيأت، خلافا للمعتزلة الذين قالوا ما ثمرت أن تكون الجنة موجودة الآن، هذا كأنه تبذير، شقة مغلقة لكن فيها نور وكهرباء. يا مولانا يا مولانا، الجنة ما لا عين رأت، الجنة ما لا أذن سمعت، الجنة ولم يخطر على قلب بشر. أنا أرى إلى آخر الحائط، أنا أسمع في الشارع، أنا أتخيل في أي مكان في الدنيا، فدائرة البصر أقل، السمع أكبر، الخيال أكبر وأكبر. إيه الخيال؟ حركة النفس في المعقولات، لا في المحسوسات. حركة النفس في المحسوسات اسمها تخيل. طب حركة النفس في المعقولات اسمها فكرة. اسمها ايه؟ فكرة. يلا يبني جملة مفيدة كده عشان نقف. لأن الغيب على تباعه على تباعهم الزيغ عن منهج الشر، فالسعي فيما لا يرضى الله تعالى ما لا يرضي، والسعي فيما لا يرضي الله تعالى به، والاشتغال بالأخلاق الردية، فألقي في قلوبهم الرعب. فألقى، ألقي عندكم، فألقي، والعبارة كده نشوفها، فألقي في قلوبهم الرعب وروعهم. ألقي يعني الناصح، الناصح يرعبهم ويبشرهم، يخيفهم ويفرحهم. حالنا دائما بين الخوف والرجاء. قول يا ابني. وحذرهم عما يستغفرون من المخاوف، لعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل، ويزهر الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية. وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال. لي وبال على من قال. ما فائدة الوعظ والإرشاد ما لم يزهد في الدنيا ويقرب إلى الآخرة؟ ما فائدة الوعظ والإرشاد وهو لا يقربنا إلى الله بل يقربنا إلى جهنم؟ حتى لا تضيع وقتك عبثا. قل يا سيدي. بل قيل إنه غول وشيطان يذهب للخلق عن طريق ويهلكهم، ويجب عليهم أن يفروا منه، لأن ما يفيد هذا القائل من دينهم لا يستطيع يمله الشيطان. يعني النصائح الضالة الإنسان يستطيع أن يساعد فيها الشيطان،
أنا أريد أن أفعل عمل سوء، أنا لا أعرف ماليزي، أنا ممكن آتي بطالب سيء من ماليزيا يفعل السوء معكم، فهمتني؟ فأنا عاجز عن أن أتكلم ماليزي، لكن ممكن أجيب واحد يصبكم بالماليزي، خلاص؟ يقول لك أنت جيلة، أنت جيجئ كده، أي حاجة، لكن أنت مادو مستحيل، خلاص؟ ومن كانت له يد وقدرة يجب عليه أن يزيله عن المواعظ ويمنعه عما باشره. انصر أخاك ظالما أو كيف ننصره مظلوم؟ نعرف، لكن كيف ننصره ظالم؟ قال نأخذ الحق منه ونعطيه للمظلوم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قول يا سيدي. فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف هو الخير والمنكر هو الشر. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة لأنه ائتمر بالأمر وجنة لأنه انتهى عن النهي. نقف هنا. اللهم صل ربنا صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.